يا صباح الخير والامل والتفاؤل والجمال عليكم كلكم، كل سنه وانتم طيبين وبخير وصحه وسعاده. واحنا بنبدا يعني مع بعض بقى يوم جديد وحلقه جديده من هذا الصباح. خلينا ان احنا نبداها بتهنئه اخواتنا واشقائنا في الوطن بمناسبه خلاص حلول عيد الميلاد المجيد. كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب نتمنى فيه الخير والسلامه والمحبه والسعاده لمصر ولكل المصريين طول الوقت. احنا بنفضل الحمد لله رب العالمين ظهر لبعض وسند لبعض لبلدنا طول الوقت. مصر اللي ما فيش حاجة في الدنيا لا بتقدر تفرق أهلها ولا حد بيقدر يدخل بينا، طول عمرنا ولله الحمد متجمعين تحت راية بلدنا، عايشين كلنا مع بعض إيد واحدة زي ما احنا كنا طول العمر وتاريخ بيكتب ويقول علينا. خلاص الاحتفال بعيد الميلاد المجيد اللي أكيد كل بقى الناس بتستعد، كل الأسر بالصلوات وإقامة صلوات عيد الميلاد المجيد، وأكيد في استعدادات في كل الكنائس المصرية لطول الفترة اللي فاتت كانت وما زالت الحقيقة حتى الآن حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية عشان تحمي كل أهالينا من العدوى لا قدر الله بفيروس كورونا. النهارده هنقول لكم ازاي هيكون بدايه الصلوات في الغد ان شاء الله باذن الله واقامه الصلوات في ليله عيد الميلاد. في حاجات كتيره جدا وامور هنقول لحضراتكم عليها، الترتيبات هتكون ايه، يعني ايه الاجراءات اللي تم اتخاذها في جميع الكنائس المصريه ان شاء الله باذن الله. كل ده هنسلط الضوء عليه النهارده في فقرتنا مع حضراتكم. واحنا بنقول لكم مره ثانيه كل سنه وانتم طيبين، ربنا يتقبل صيامكم وصلاتكم ويكون عيد مليان دايما بالخير والامل والمحبه والسلام على مصر وكل المصريين. كل سنه وانتم طيبين. خلينا نروح ونبدا مع بعض زي ما احنا متعودين جوله اخبارنا النهارده، وهنروح لنشاط مؤسسه الرئاسه واجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي كبرى الشركات العالميه اللي بتشارك في المبادره القوميه لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وده كان بحضور رئيس الوزراء ووزراء الصناعه والتجاره والماليه والتنميه المحليه والبترول والنقل، واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه انه هذا الاجتماع كان لمتابعة التعاون ما بين شركات السيارات اللي بتقوم بالتصنيع المحلي في مصر والجهات الحكومية، وده في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي. وأكد السيد الرئيس اهتمام الدولة الكبير بمبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، وده لأنها بتحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين، أولها أنه استبدال السيارات الملاكي القديمة بسيارات جديدة من أحدث الطرازات واللي بتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وكمان بتسهيلات تمويلية كبيرة من خلال برامج تقسيط بفايدة منخفضة وطويلة الأجل، وده اللي بيتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات ليهم. كمان وضح السيد الرئيس أن الدولة أطلقت المبادرة بعد دراسات علمية كتيرة جدا ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كل مكونات البنية الأساسية لخدمة المبادرة سواء بنتكلم على الغاز الطبيعي أو شبكة محطات تمويل السيارات بالغاز على كل أنحاء الجمهورية أو كمان مراكز الخدمات والصيانة بالإضافة لآلية التمويل الميسرة. تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل أكتر في هذا التقرير القادم، بعدها نرجع نكمل مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السادة ممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركة في المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الصناعة والتجارة والتنمية المحلية والمالية والبترول والنقل واللواء محمد أمين مستشار السيد الرئيس للشؤون المالية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر والجهات الحكومية في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي،
وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق على الأهمية المتقدمة التي توليها الدولة لمبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، نظرا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين، في مقدمتها استبدال السيارات الملاك المتقادمة بأخرى جديدة تماما من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. كما أوضح السيد الرئيس أن الدولة أطلقت تلك المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كافة مكونات البنية الأساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعي أو شبكة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية أو مراكز الخدمة والصيانة، فضلا عن آليات التمويل الميسرة. وقد أعرب ممثلو شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر والمشاركة في المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، وأنهم يتطلعون للتعاون وللمساهمة الفعالة من جانبهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتقديم أفضل العروض والطرازات في إطار المبادرة، سواء السيارات الملاكي أو الأجرة أو الميكروباص وبأحدث التقنيات والمواصفات الفنية. طبعا كلنا بنتابع مع بعض أهمية هذا الاجتماع اللي بيجي بعد افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، واللي الهدف منه إن المواطنين يتعرفوا أكتر على المبادرة ويتعرفوا كمان على طرق التمويل ويتعرفوا على الأنواع اللي بتوفرها الدولة المصرية من خلال هذه المبادرة للإحلال وكمان تحويل السيارات الأحدث طبعا من البنزين إنها تشتغل بالغاز الطبيعي. المبادرة دي بالمناسبة ليها فوائد كتيرة جدا وأكيد هتنعكس على كل مواطن بشكل مباشر، مش بس لأنك لو راكب عربية مثلا يعني هي الموديل بتاعها قديم إنك هتركب عربية أحدث وشكلها كمان أفضل، لكن العربية دي هتوفر لك طاقة نظيفة بسعر مخفض، يعني أنت هتوفر في الميزانية بتاعتك اللي أنت كنت بتخصصها كل شهر عشان تشتري البنزين، وده على فكرة على كل أنواع العربيات اللي موجودة. التوفير ده كمان أكيد هينعكس على حياة أي شخص، مثلا لو واحد عنده عربية أجرة أو تاكسي، ميكروباص، أوتوبيس نقل خاص، أي مكان، بكل تأكيد كل جنيه هيتوفر هيدخل وينعكس على حياتك وحياة بيتك. الفلوس اللي هتتوفر ما بين يعني فرق السعر ما بين البنزين والغاز أكيد أنت هتوجهها وتصرفها في حاجة تانية. طب الفايدة التانية اللي المبادرة دي بتقدمها إيه؟ للمجتمع كله. أولاً إحنا بنقلل نسبة التلوث في مصر، واللي بكل تأكيد برضو هتنعكس على جودة الهواء. الهواء اللي بتلوث طول الوقت من عوادم السيارات اللي بتشتغل بالبنزين أو بالسولار، ده غير كمان إنه هنلاقي عندنا دعم للاقتصاد المصري، ومصر الحمد لله رب العالمين عندها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي وعندنا فائض كبير وعندنا احتياطي أكبر من الغاز. استغلاله هيوفر علينا عملة صعبة كتيرة جدا احنا بنصرفها عشان نستورد البنزين والسولار، وبكل تأكيد ده بقى لما نيجي نحط كل الحاجات دي فوق بعض هلاقي تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري. كمان خطة الدولة إنها تفتح محطات تموين غاز طبيعي جديدة، ده بيوفر فرص عمل أكتر للمصريين، وأكيد المحطات دي هنستعين بشباب ومصريين هم اللي يديروها ويشغلوها ويعملوها. الفايدة كمان مش لأصحاب السيارات القديمة بس، لكن الفوائد دي كل واحد مع عربية مثلا حديثة وعايز يحولها من البنزين للغاز، مع العلم ان التكلفة بسيطة، يعني تكلفة ان انت عربيتك تحولها من الغاز للبنزين احنا بنتكلم من 4500 جنيه ل 9000 جنيه حسب نوع العربية. هل انت هتدفع الفلوس دي كاش؟ لا، كمان الاجابة لا، الاجابة ان الفلوس دي انت هتقسطها سنة بدون فوائد. لو انتوا بقى تعالوا، بما ان انا واحدة بحب الارقام والحسابات قوي، لو الناس اللي بتسمعني دلوقتي
انا قعدت اقول انا مثلا عندي مبلغ من 4500 جنيه ل 9000 جنيه، تعال نشوف في كل باللغه الدارجه بتاعتنا كده في كل صفيحه بنزين انت هتوفرها وتمون كمان بدلها بالغاز وفرت كام؟ في خلال سنه هتكون من فلوس التوفير دي انت بتسدد القسط واكتر، لانه مفيش وجه مقارنه بين سعر البنزين وسعر الغاز، لان احنا بنتكلم على الغاز انتاج محلي بتاعنا. فمصر الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا خلال السنين اللي فاتت بمشروعات قوميه وكنا محظوظين، وحقول الغاز او حقول الغاز ظهر اللي موجوده في البحر المتوسط، عمليه التنقيب اللي شغاله يوميا خلت مصر ولله الحمد عندها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي وعندنا فائض وبزياده كمان، وخلتنا الحمد لله مركز لتداول الطاقه على المستوى الاقليمي والدولي ولله الحمد. فاحنا بنقول ان اهلنا يستفيدوا بده. كمان البيئه دي موضوع مهم جدا ان احنا نقلل التلوث، يعني انت بتحافظ على فلوسك وعلى صحتك. طب فيما يتعلق بالبيئه بتنضم الينا عبر الهاتف الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه. سياده الوزيره صباح الخير على حضرتك. صباح النور، اهلا بيكي. ويعني احنا بنشوف مبادره الحقيقه او مبادره السيد الرئيس لاحلال وتجديد المركبات والسيارات انها تعمل بالغاز الطبيعي بدلا عن البنزين والسونار. كنا بنتكلم في جزء بيتعلق بالجزء الاقتصادي او بتوفير الفلوس، وجزء الاخر متعلق بالبيئه، الحفاظ على البيئه من التلوث بشكل عام. ازاي ده هيخدمنا يا دكتور؟ طبعا خليني الاول صباح الخير عليكي وعلى كل مشاهدينا. خليني طبعا اربط لك كمان مش مجرد الحفاظ على البيئه، بل خلينا ان احنا نتكلم على ارقام. اتفضلي. احنا طبعا كل ما القطاع النقل لوحده بيسبب 23% من نسبه ملوثات الهواء. نعم. وعندنا تكلفه الحقيقه بنتحملها وهي تكلفه التدهور البيئي وتاثيره على الصحه بما يساوي حوالي 47 مليار جنيه. لو جينا عملنا حسبة 47 مليار سيادة الوزيرة؟ 47 مليار جنيه. تكلفة التدهور البيئي الناتج عن تلوث الهواء. نعم. لو جينا عملنا قلنا طب احنا لو حولنا العربية المتهالكة لغاز طبيعي هتقلل لنا نسبة التلوث قد ايه؟ ما بين 92% ل 99%. طب نترجم ده الأرقام ازاي؟ كل 1000 سيارة احنا بنغيرها كانت متهلكة وحولناها لغاز بتوفر $1,000,000، وكل ميكروباص كان متهالك وحولناه لغاز بيوفر حوالي $3,000,000. يعني لو احنا اتكلمنا على 70,000 سيارة اللي محتاجين نحولهم في المرحلة الأولى، فاحنا بنتكلم على $70,000,000. وبالتالي الأرقام دي مفروض إن هي بتعود مرة أخرى للمواطن، بتعود في الاقتصاد القومي، وبتقلل تكلفة المخاطر الصحية. نعم. وبالتالي جاءت هذه المبادرة كمرحلة أولى لتحويل السيارات المتهالكة والأوتوبيسات والميكروباص لغاز طبيعي، يليها إن شاء الله دخول الدولة في السيارات والأوتوبيسات الكهربائية. المهم كمان ان احنا نذكره ان المحافظات اللي هيبدا فيها المرحله الاولى هي محافظات شديده التلوث، القاهره الكبرى بالذات، القاهره والجيزه والقليوبيه. نعم. معروف ان هم نسب التلوث فيها عاليه. ليه نسب التلوث عاليه؟ طبيعه ديموغرافيه للقاهره الكبرى، 2 عدد السكان الموجود، عدد السيارات، أوتوبيسات النقل العام. الشوارع حتى اللي بتتعمل دلوقتي مع توسيع الشوارع وشبكة الطرق والكباري وما إلى آخره، هذه بنية تحتية مكلفة، يجب أن يتواكب مع هذه البنية التحتية استثمارات من الدولة بتحطها. واحد للحفاظ على البنية التحتية دي، فبيبقى فيه عدد من وسائل النقل العام الآمنة والمريحة للمواطن يقدر إن هو يستخدمها. كل اللي بنعمله ده الحقيقه بيصب في المقام الاول في صالح المواطن، في صحته، في العمليه الانتاجيه، في الاقتصاد القومي، ولكن هناك قيمه مضافه لهذا
وهو التزامنا في تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض ومساهمة مصر في تقليل الانبعاثات، برغم أن مصر مش من أعلى الدول اللي سببت هذه الانبعاثات. تمام، يبقى إذن يعني بشكر حضرتك جدا سيادة الوزيرة على هذا التوضيح، ده أمر هام جدا، احنا بنتكلم على صحتنا. شكرا طبعا الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشكر حضرتك طبعا على هذه المداخلة، وعجبني جدا الحقيقة توضيح سيادة الوزيرة بالأرقام، يعني المسألة بس مش بقدر ما إن الناس هتوفر فلوسها، لكن كمان التوفير لا يعود علينا وعلى صحتنا. طيب كان في مشاركة قوية جدا الحقيقة لوزارة الإنتاج الحربي في هذا المعرض فيما يتعلق كمان بعملية التصنيع، المركبات اللي داخلة واللي موجودة والدولة هتنتجها. احنا بينضم إلينا وزير الإنتاج الحربي. سيادة الوزير صباح الخير. اهلا بحضرتك سياده الوزير، ويعني الحقيقه هذا التواجد والحضور القوي من وزاره الانتاج الحربي في خلال هذا المعرض، واحنا بنشوف مبادره لها اكثر من بعد واكثر من شق، وطبعا جزء متعلق بالاستثمار والاقتصاد وتمكين المواطن المصري كمان اقتصاديا. احنا في المعرض امبارح بنشترك في اكثر من منتج واكثر من منظومه. اولا نعم. منظومة متابعة محطات الوقود اللي بتمول العربيات بالغاز الطبيعي، اللي بها تبقى في سيطرة على جميع المحطات لدى الشركة الأم اللي تابعة ليها جميع المحطات دي، اللي بها تبقى الشركة عارفة أعداد العربيات اللي دخلت مونة، حجم الغاز اللي تمول، أي أعطال في المحطة بتتنقل إليها، اللي بها نقدر ناخد قرار في الوقت المناسب لأي مشكلة تظهر. ده مجال. المجال الثاني كان مجال استبدال المحركات السولر اللي بتعمل بالسولر بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي، ودي احنا عملنا تجربة لأتوبيس من أتوبيسات هيئة النقل العام لمدينة القاهرة، وتم تجربته لمسافة تقريبا 30,000 كيلو، وظل يعمل حوالي 4 أشهر في الهيئة بنجاح وبكفاءة، وان شاء الله هنعمم الموضوع ده. يعني سياده الوزير دي بعفوا عشان نوضح للساده المشاهدين، يعني دي حتى الاتوبيسات الحديثه مثلا ينفع انه لو الناس تستبدل المحركات الموجوده فيها بالمحرك الجديد اللي حضرتك بتقول عليه؟ بس هو النظريه اقتصاديه، مش معقول هيبقى في اتوبيس لسه جديد ومحركه جديد او ما استبدله لمجرد ان انا اغيره بالغاز الطبيعي. احنا غالبا بتبقى المحرك قارب على انه يدخل العمره ولازم اعمل له عمره، وبالتالي وانا بعمل له العمره اغير له بمحرك غاز طبيعي، يبقى انا استفدت برضه بالعمر اللي فاضل في المحرك. تمام. طبعا مش هتكلم على فوائد الغاز الطبيعي واستخدامه، ومعالي وزيره البيئه بالتاكيد اتكلمت على البيئه العنصر البيئي، انما في عنصر مالي، ان الاتوبيس ده كان بيوفر في اليوم هيئه النقل العام حوالي 580 جنيه في اليوم. يعني سعر المحرك انا ممكن استعيده خلال اقل من 3 سنوات. ودي نقطه اقتصاديه مهمه جدا في العمليه التحويل. طيب سياده الوزير فيما يتعلق بمحطات التموين او محطات الخدمات اللي وزاره الانتاج الحربي بتشارك انها تكون موجوده على مستوى الجمهوريه، يعني الخطه القادمه هتكون ايه بعد بدايه المرحله الاولى؟ هو موضوع المحطات هو يخص طبعا وزاره البترول. نعم. احنا بس بنشارك في المنظومه بتاعت المتابعه بتاعت المحطات. الجزء الثاني اللي احنا بنشارك فيه احنا بنقيم خطوط انتاج مجموعات التحويل، هي بتحول العربيات بقى اللي بتعمل بالبنزين لعربيات تعمل بالبنزين وبالغاز. نعم. بتركب مجموعه تحويل، مجموعه من الاسطوانات الصلب، مجموعه من الكنترول، مجموعات التحكم، مجموعات الخلط. المجموعه دي والخط ده احنا ان شاء الله هنقيمه في احد مصانعنا لانتاجه محليا بنسب متدرجه، ممكن تبتدي الاول بحوالي 40 ممكن توصل ل 65% ان شاء الله. ان شاء الله. طب سياده الوزير اخيرا، يعني التجربه المتعلقه بتحويل الاتوبيسات، امتى ان شاء الله باذن الله احنا هنشوف اكبر عدد منها في مصر او في الشوارع المصريه، يعني امتى هيتم التعميم؟ احنا خلاص بنمضي مع معالي وزير التنميه المحليه اول مجموعه ب 300 اتوبيس،
ان شاء الله ده خلال 6 شهور يتم تحويلهم، وبعد كده بنكمل لحد 2000 اتوبيس. زي ما قلت لحضرتك احنا مرتبطين باعمار المحركات، نعم، لان برضه مش هنفقد المحركات وهي جديده، فده السبب ان الخطه ممتده شويه. انا بشكر حضرتك جدا يعني على هذه المداخله والتوضيح، وكل التوفيق. شكرا للمهندس محمد احمد مرسي وزير الانتاج الحربي، بشكر حضرتك على وجودك معنا. احنا بكل تاكيد بقى ان وزاره التجاره والصناعه هي ليها نصيب كبير جدا من هذه المبادره، وليها الحقيقه اكتر من جزئيه، لانه هذا الدعم او هذه الرعايه اللي بتقوم بيها وزاره التجاره والصناعه هنتعرف عليها دلوقتي. بتنضم الينا عبر الهاتف السيدة وزيرة التجارة والصناعة دكتورة نيفين جامع. صباح الخير على حضرتك سيادة الوزيرة. صباح النور يا فندم، ومبروك الحقيقة على هذا الإنجاز، وإحنا بنشوف الحقيقة يعني تطوير كبير جدا وتوطين أيضا للصناعات الوطنية، وخاصة فيما يتعلق في مجال السيارات. طبعا امبارح المعرض الأول لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وشرفنا طبعا بافتتاحه فخامة الرئيس، شرفنا بالافتتاح، وكنا حريصين ان احنا تبان فيه جهود كل الوزارات والجهات المعنيه اللي بتشترك معنا في المبادره دي، لانها مش وزاره التجاره والصناعه فقط، ولكن معنا العديد، معنا البنك المركزي، معايا وزاره البترول، معنا الماليه، معنا وزاره البيئه، التنميه المحليه، وزاره الداخليه، وزاره يعني والهيئه العربيه للتصنيع، وزاره الانتاج الحربي. فكنا حريصين امبارح ان احنا نعرض كل وزاره ودورها في هذه المبادره، بالاضافه لان يكون في نماذج من العربيات المحوله بالغاز، فعلا صناعه وطنيه. احنا كان الغرض اساسا من اقامه هذا المعرض اطلاق المبادره توجه الدوله نحو انتاج استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن البنزين والسولار، له أكثر من فائدة. لو إحنا اتكلمنا على اقتصاديات تشغيل سواء لسائقي أجرة أو ميكروباص، بيوفر لهم أكثر من 50% من التكلفة اللي هم بيتكلفوها مثلا بشكل شهري. بالإضافة إن إحنا دخلنا بقى معانا منظومة أصحاب العربيات الملاكي. يعني دي تم إضافتها. يعني إحنا في بداية المشروع خالص وأنا ما كنت بعرضه، كنت بعرضه على اساس سيارات اجره وميكروباص. نعم. وسياده الرئيس وجه ان احنا ندخل الملاكي على اساس ان العربيات المتقدمه، وكل ان هو شايف طبعا ان من حق كل مواطن ان هو يركب عربيه كويسه، عربيه جديده ما فيهاش اعطال، وعربيه حديثه. بكل تأكيد. فدخلنا معانا منظومه الملاكي العربيات المتقدمه اللي مضى على تاريخ صناعها اكثر من 20 سنه، وهندي حافز مناسب جدا لكل صاحب عربية هيقدمها للتخريج مقابل الحصول على عربية جديدة، بالإضافة لبرامج تمويلية متميزة أول مرة فترة. طب سيادة الوزيرة، في فترة يعني معينة للعربية؟ يعني أقصد أقول هل مثلا هنقول السيارات تاريخ إنتاج سنة كذا، في حد أدنى؟ أكثر من 20 سنة. أكثر من 20 سنة. أكثر من 20 سنة. أكثر من 20 سنة يدخل معانا في المبادرة. اللي أقل من 20 سنة ويرغب في التحويل للعمل بالغاز الطبيعي ممكن يروح لأحد محطات خدمة كار جاز أو غازتك، إن هو يقدر يحول العربية بتاعته إن هي تشتغل بالغاز، وده من خلال تعاون مشترك ما بين الشركتين وما بين جهات تنمية المشروع، برضه بقرض بسيط ميسر مش هيحس بيه أساسا يعني. لكن إحلال العربية نفسها ده من خلال برامج تمويلية البنك المركزي أشرت فيها جميع البنوك في القطاع المصرفي، يعني كل البنوك بتشتغل فيها، شروط موحدة، مستندات موحدة، فترة سداد إحنا كان المتعارف عليه أن سداد العربيات حده الأقصى 5 سنوات، يعني لو تجاوزنا ممكن يوصل لسبعة، لا إحنا فترة السداد ستصل ل10 سنوات. طب ده احنا عندنا تسهيلات كتيرة جدا، سواء حتى للي عايز يحول عربيته أو حتى عايز يعني يبتدي ياخد عربية جديدة خالص ويبدأ من الأول بعربية جديدة تماما. طب سيادة الوزيرة، احنا هنا عندنا فوائد بقى بصراحة كتير، يعني حضرتك بتكلمينا على أكتر من جزئية، توفير الفلوس، التقسيط، عندنا 10 سنين تقسيط. طب حد ممكن مثلا يقول لحضرتك طب لو أنا ما عنديش دلوقتي، أنا عندي مثلا عربية تاكسي أو ميكروباص، بس أنا ما معيش مثلا مقدمة إن أنا أروح خطي الخطوه ابتدي
ما هو ما فيش مقدم، انا مش هطلب منه مقدم حضرتك، هو العربيه بتاعته اللي هي المتهالكه او المتقدمه هي انا بعتبرها ده مقدم العربيه الجديده. انا مش يعني ما فيش مقدم لتحويل السياره؟ لا انا مش هطلب منه، لا لاحلال السياره. لاحلال السياره ما فيش. لا حضرتك، احنا هنعتبر العربيه هو بيقدمها مقابل ان احنا هنخرجها، هي دي حضرتك مقدم السياره. طيب. وده طبعا برضو على الجانب الاخر هيشجع الصناعه عندي وهيشجع مصانع السيارات، احنا كنا قاعدين معاهم امبارح وهم وفونا بالطاقات الانتاجيه لو هو بيشتغل ورديه، وطبعا ان شاء الله ان في اقبال من المواطنين. امبارح لاحظت اقبال، يعني اقبال كان زايد امبارح، اول يوم من ايام المعرض كان اقبال زايد فعلا، فاكيد هيجي لنا عديد من الطلبات، وبالتالي ده هياخد بالمصانع ان هي تعظم انتاجها، بدل ما بيشتغل ورديه هيشتغل ورديتين، يعني العمليه كلها يعني للمواطن ولاصحاب المصانع، يعني العمليه كلها هيحصل فيها نوع من النمو والازدهار. طيب سيادة الوزيرة، سؤال آخر، يعني البعض كان بيسأل امبارح ويمكن أنا تابعت ده مع افتتاح المعرض، إنه أنا ما عنديش سيارة خالص وأنا مقرر إن أنا يوم ما يبقى عندي عربية جديدة تكون بتعمل بالغاز الطبيعي من البداية. هل أنا هقول لك حاجة، أنا برضو أنا تعرضت لهذه الأسئلة. نعم. أنا ممكن نبص في هذه الطلبات، ولكن ممكن تكون مرحلة تانية، ولكن المرحلة الأولى والأولوية الأولى للي عنده عربية حريص متقدمة ويرغب في أحلى. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة الوزيرة، وكل التوفيق، كل الشكر لي سيدة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع. الحقيقة موضوع مهم جدا، يعني هذا الدعم المقدم من السيد رئيس الجمهورية، التعاون اللي احنا شايفينه من كل الوزارات. تعالوا بقى نبص بجد للمسألة عشان الناس اللي لسه عايزة تروح المعرض النهاردة واللي كانت بتتابعه، الناس اللي عندها عربيات قديمة كل شوية تعطل وتصلحها، وده عمرة وده بوديها الكهرباء، وصل الشكمان وقع، وكميه الدخان طبعا اللي طالعه لو انت مش مهتم بالبيئه. طب ما دي كلها مصاريف صيانه عليك طول الوقت، زائد انه ناس مثلا تيجي توقف تاكسي في الشارع او ميكروباص او اتوبيس، طب ما هو عايز يركب وسيله مواصلات حلوه، ما هو كده كده هيدفع نفس البونديره او هيدفع نفس الاجره. عشان كده هتلاقي الناس لما نزل موضوع التاكسي الجديد، ناس كان يقولك انا بدور على تاكسي جديد عشان اركبه، عشان هو عايز يركب برضو عربية حلوة. فاحنا دلوقتي تعالوا اكلمكم باللغة الدارجة بتاعتنا عن القصة دي. هيبقى معاك عربية جديدة لو انت بتشتغل في الاجرة او في الميكروباص، وكمان مفيش مقدم زي ما سيادة الوزيرة صرحت، لو انت هتروح تبدل العربية بتاعتك مقدمك هو العربية القديمة بتاعتك، عندك قسط بيوصل لحد 10 سنين انك تقسط تمن العربية الجديدة على 10 سنين. طيب عربيتك كويسة وحالتها حلوة بس انت عايز تحولها بالغاز، عندك من 4500 جنيه ل 9000 جنيه تقسيط على مدة سنة، هتدفعهم من فلوس توفيرك للبنزين، اي بنزين فلوسه هتتوفر هتروح تدخل دخلك لبيتك لجيبك انت، زائد ان احنا حافظنا على كل ده المصانع والشركات. الحقيقة اللي انا بلاقي عندها وانا خارجة، طبعا في مصانع كتير جدا عندها عدد كبير جدا من الاوتوبيسات وبتنقل الموظفين، وده بيبقى امر رائع، لكن تلاقي الاوتوبيسات وهي ماشيه الدخان ويعطل، ولاقي الناس واقفه في الشارع، ويجي بقى الحر والصيف العربيات مش مستحمله لانها متهالكه مش قادره تصمد. هي خطوه جيده جدا جدا ودعم كبير بيقدمه السيد الرئيس وبتقدمه الدوله المصريه، ان احنا عندنا العربيات في مصر بقى فكره ان انت تبقى ماشي عربيه عطلانه على الكوبري، ولا انت راكب عربيه تعبان فيها، لا هي كل مواطن بقى يركب عربية تريحه، سواء إذا كانت بقى ملاكي بعد ما ضمت العربية الملاكي أو أجرة أو أي وسيلة نقل جديدة. الحقيقة موضوع يعني نقلة 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 نقلة، بتكلم على المستوى الاقتصادي والبيئي والحضاري والاجتماعي، يعني فيها كل شيء. ربنا يا رب يوفق الناس جميعا، لكنه مهم جدا روح المعرض وزوروه وتعرفوا على أنواع العربيات الجديدة، غير طبعا أن أنا سعيدة أنه توطين صناعة جديدة في مصر يعني توطين صناعة السيارات. تعالوا نروح بقى مع حضراتكم كمان لاحتفالنا باليوم العالمي لطريقة برايل، واللي اعتمدته الأمم المتحدة لتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين على القراءة والكتابة بطريقة برايل. بالنسبة دي احنا معانا الحقيقة طبعا احنا عارفين قد ايه قدرات أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة أيا ما كانت
نوع الإعاقة. الحقيقة ما بيكونش عندهم إعاقة، لأن احنا بنبقى عارفين ومقتنعين من جوانا أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الإرادة. لكن انت لما بتروح تشوف لذوي الاحتياجات البصرية اللي بيتحدوا الظلام وبيتحدوه بالعمل، لما نيجي نشوف الشباب الحقيقة وهذا الإبداع، محمد بالمناسبة شاب اجتهد وتعلم صيانة الأجهزة المنزلية وتحول لفني متخصص في المجال ده. كمان محمد مش بس كده، قدر ان هو يعمل ورشة لنفسه يصلح فيها الأجهزة، وكمان بقى محمد بيعلم الناس المبصرين، بيعلمهم ازاي يعملوا صيانة للأجهزة دي من خلال فيديوهات هو بينشرها على اليوتيوب. تعال نشوف هذا التقرير اللي عدته الزميلة دورية عاطف اللي أنا بشكرها جدا على مجهودها، ونرجع نكمل مع حضراتكم. الإرادة وحدها كانت السبب الذي دفع محمد الشاب الكفيف لبذل جهد استمر نحو 7 سنوات ليكون إنساناً منتجاً قادراً على العمل، متحدياً عدم قدرته على الإبصار باختياره مجالاً يعتبر الأصعب بالنسبة لكثير من المبصرين، وهو عمله في صيانة الأجهزة المنزلية المختلفة التي أجاد صيانتها ليصبح أحد أهم الفنيين المهرة في هذا المجال. مهارة محمد لا محدودة ساهمت في تحوله من مجرد جار طيب يساعد جيرانه في إصلاح أعطال أجهزتهم المختلفة إلى فني ماهر يملك ورشة لصيانة الأجهزة المنزلية، بعد أن ذاع صيته وامتدت سمعته الطيبة من جيرانه إلى أهالي المنطقة والمناطق المحيطة ليحصل على كثير من العملاء الذين يأتمنونه على صيانة أجهزتهم. لما دخلت الشغلانة حبيتها، فأصريت أن أنا أخذ معلومة من هنا ومعلومة من هنا أحاول أجمع، بس الناس طبعاً لأن أنا نظر ضعيف، فقالوا إزاي هنعلمه وإزاي هيشوفه وإزاي هيشتغل، وحاجات نار ومسامير صغيرة وخرام صغيرة جداً، بس أنا ما اهتمتش بكل دوت، وحبي ليها اللي خليني أكمل فيها وأحاول أخذ معلومة من على النت بقرأها بالكمبيوتر الناطق بتاعي، اقعد اجيب اجهزه واجرب فيها، لحد ما في خلال 7 سنين اللي بكلم حضرتك عليهم كونت صوره كبيره لكل اعطال الاجهزه كلها، وبقيت الحمد لله اعرف اشتغل فيها. بعدين بقيت اروح اجرب عند جيراني اشتغل عندهم في حاجات، وجيراني لما لقوني شغل كويس وصلوني للي بعدهم واللي بعدهم، لحد ما انتشرت في المدينه كلها بفضل الله بشغلي الكويس، وبقيت اروح عند كل الناس الحمد لله هنا في المدينه وخارج المدينه كمان. رغبه محمد في خدمه مجتمعه بالعمل فنياً لصيانة الأجهزة الكهربائية لم تقتصر على عملائه فقط، بل امتدت إلى الفضاء الإلكتروني، بعد أن أنشأ قناة خاصة لموقع يوتيوب يعرض عبرها العديد من مقاطع الفيديو لشرح مشكلات الأجهزة المنزلية وطرق صيانتها في دورات تدريبية مجانية تسهم في نقل خبراته لمتابعيه عبر يوتيوب. القناة بتاعتي طبعاً حاسس ان هو في عليها شغل وفي ناس بتستفاد منها من خلال التعليقات اللي بتجيلي عليها، يعني ناس كتير هي التعليقات اللي بتوضح لي الناس حاسه بايه او استفادت ولا لا. ناس بتشكر بتقول كويس استمر، انا استفدت من الفيديو بتاعك وعملت التجربه او الشرح ونجح، هي التعليقات اللي بتبين لي دوت يعني الحمد لله. والله طبعا الدوله مشكوره، بيحاولوا يعملوا اكبر مجهود ان هم يوفروا لذوي الاحتياجات الخاصه او المعاقين سواء بصريا او حركيا حاجات كتيره جدا. طموحات محمد الكبيره التي بدات بمجرد رغبته في ايجاد عمل يمكنه من خلاله كسب قوت يومه قادته الى اكتساب مهارات كبيره، ان دلت على شيء فانها تدل على قهر شاب مصري كفيف المستحيل، مؤكداً أن فقدان البصر لا يعني فقد البصيرة التي قادته ليكون نموذجاً مشرفاً لكل شاب مصري من المبصرين قبل المكفوفين.
يعني ربنا يا رب يوفق محمد ويكرمه وكل شباب مصر الحقيقه وذوي الاحتياجات الخاصه اللي عندهم هذا الكم من الاراده والتحدي، وان هم بجد بيقولوا لنا ما فيش حاجه اسمها مستحيل. هنرجع مع بعض ونروح نتكلم على التغذيه العلاجيه. التغذيه العلاجيه اللي بتتم من خلال الاعتماد على وجبات صحيه المفروض انها تبقى اسلوب حياه لكل المصريين. بالمناسبه لما احنا بنتكلم على الكلام ده بنتكلم لانه الناس مهم قوي انها تحافظ على صحتها، مش بس علشان زي ما قلت لكم انه مهم في الفتره دي ان احنا نرفع قدره جهازنا المناعي. احنا بنواجه فيروس وبنواجه كمان مش كورونا، الفيروسات الموجوده عموما واللي بتزيد معانا في فصل الشتاء. محتاجين ان احنا ناكل بشكل كويس عشان صحه جسمنا بشكل عام. عايزين كمان نحافظ على وزننا، ولما بنحافظ على وزننا بيبقى مهم عشان مضاعفات السمنه. مضاعفات السمنه دي اللي بتاثر علينا واللي بتعمل امراض كتيره جدا، وبتعمل امراض في الشرايين والاوعيه الدمويه، وبتزود الكوليسترول وحاجات كتير كده. عشان كده لازم يكون عندنا مواعيد محدده للاكل. ايه اللي بيحصل من تاثير زياده ساعات النوم على نظامنا الغذائي؟ يعني في حد بيقول لك انا بنام كتير قوي، او حد بيقول لك انا بنام قليل قوي. طيب امتى لازم اوقف اكل قبل النوم؟ ناس تقول لك انا بفضل اكل 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 لحد ما انام. خلينا نروح نشوف اجابه هذه الاسئله من ضيفتنا اللي بتنضم الينا عبر سكايب، الدكتوره نسمه ياسر استاذ التغذيه العلاجيه. دكتوره نسمه صباح الخير. نور ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. خليني اقول لك ان الناس كلها دلوقتي الشتاء اكتر فصل مرتبط بالجوع. اقول لك الشتاء بيجي انا على طول بفضل جعان، واحنا وزننا بيزيد في الشتاء او بنتخن بزياده قوي لان احنا ما بنقدرش نوقف اكل لحد ما بننام. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هقول لك هو احنا خصوصا كمان مع بدايه السنه الجديده كل الناس بيبقى عندها فكر اللي هو انا السنه الجديده بقى هبدا دايت، فيقوم يخش اسبوع يعمل كل الحاجات الغلط، بعد كده انا زهقت وجعان جدا وتعبان جدا خلاص شكرا اوقف دايت بقى على كده. فهنتكلم في الحاجات اللي انا لو انا فعلا ناوي ابدا دايت اعملها عشان اتجنب ان ده ما يحصلليش. الاكل هو حاجه من حاجات كتير قوي مهمه في منظومه الدايت. اول حاجه فكره ان انا جوع دي اصلا غلط، يعني انا لو جعت جسمي مش فاهم فكر ان انا عامل دايت او ان انا بحاول اخس او كده، هو بالنسبه له هو حاسس ان هو في حاله starvation او مجاعه، فبيبتدي يقلل الاستهلاك بتاعه. فانا لو سبت نفسي فترات طويله من غير ما اكل انا بقلل حرقي، ده مبدئيا. ودي غلطه ناس كتير جدا بتقع فيها، ان انا بجوع نفسي اكل وجبه واحده بس في اليوم مثلا انا كده هخس. هو بيبقى جعان ومرهق وما عندوش اي مجهود، وفي نفس الوقت هو ما بيخسش فعليا، هو كمان ممكن يكون يعني فكره ان انا احرم نفسي من الاكل دي فكره غلط جدا جدا. دي اول حاجه يعني بتبوظ اي نظام دايت، وحتى لو خس الاسبوع الاولاني كويس، فاحنا بنتكلم على رحله طويله بتاعه تخسيس بتكون دايما اكتر من شهر او شهرين. نعم. ما ينفعش، مش هتعيش محروم ومش هتفضل تخس اصلا. تمام. نعمل ايه تاني؟ يبقى احنا دايما نتفق ان وقت مجوع اكل حتى وجبات صغيره. وفكره ان انا اخد ثلاث وجبات ووجبتين زي سناك او وجبه خفيفه بين مثلا فطار والغدا وبين الغدا والعشاء، دي فكره صح جدا مش غلط. انا ما بقومش مالي بطني من الوجبه، بس في نفس الوقت انا لو كل ثلاث ساعات باكل اكيد مش هلحق اجوع. تمام. هل بقى ساعات النوم او نومنا مثلا، لو حد يقول لك اصل انا بنام كتير، بنام مثلا 10 ساعات في اليوم، هل ده ممكن في مشكله في موضوع الاكل؟ او حد يقول لك اصل انا بنام قليل، ده انا بلحقش انام، ده هم 3 4 ساعات وخلاص. في مشكله جدا، والموضوع ده مرتبط بمعدل الحرق يمكن اكتر من انا باكل ايه. بنام كام ساعه وبنام الكام ساعه دول امتى؟ احنا ربنا خلقنا لينا ساعات صحيه لازم ننام فيها، وقت الصح ان انا اكون نايم فيها اللي هو بدايه من الساعه كام؟ من الساعه 8. منطقيا احنا ما حدش فينا بينام الساعه 8، يبقى نقول ماكسيمم انام الساعه 12، بحيث ان انا اخد على الاقل 4 ساعات في الوقت اللي انا جسمي محتاجني اكون فيه نايم، عشان يعرف زي ايه، زي ما بنقول كده يعمل صيانه، ومن ضمن الصيانه بتاعته دي ان هو يطلع هرمون اسمه الجروس هرمون بكميه كبيره، فحرق يعني كويس وشكلي يبقى احسن وصحتي تبقى احسن. بلس عدد ساعات النوم، انا لو نمت اقل فانا مرهق، لو نمت اقل من 6 ساعات انا شخص كده مرهق، جسمي مش شغال بالفانكشن بتاعته او بوظايفه السليمه، فحرقي هيكون قليل. ولو نمت اكتر من 8 ساعات حرق هيكون قليل. فاحنا عندنا 6 ل 8 ساعات نوم بالليل المفروض ننامهم كل يوم. تمام.
طيب هرجع معاكي لسؤال تاني يا دكتور. بالليل تحديدا ازمه الناس كلها بالليل قبل النوم، اللي هو انا بقعد اكل لحد ما انام، او احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون او بنلعب في الموبايل، فالحقيقه طول ما احنا قاعدين ما اقولكيش بقى شغالين. والشتاء يقولك الشتاء يعني عايز عفا، عايز دفا يعني، فنعمل ايه بقى؟ وازاي هنوقف الاكل ده بالليل ازاي؟ بصي، هو احنا اتفقنا ان لو انا مش قادر اوقف الاكل، ان انا نمبر 1 عندي ان انا مش هجوع، فهنتفق على حاجتين. اول حاجه ان انا وجبه العشاء بتاعتي هتكون وجبه مشبعه. وجبه مشبعه يعني ايه؟ يعني فيها نسبه بروتين كويسه وفيها نسبه خضار كويسه، وهاخدها الساعه 8 ماكسيمم 9. منطقيا انا لو كلت بروتين وخضار، كلت مثلا صدر فرخه، قطعه سمك فيليه مشوي، علبه تونه، اي حاجه كلتها على الساعه مثلا 8، انا هفضل بعديها 4 ساعات زي الغدا كده، بفضل بعديها على الاقل 4 ساعات انا مش جعان. كويس. اوكي، فاحنا اول حاجه هناخد وجبه عشاء مشبعه، وفكر العشاء اللي هو المدرسه القديمه بتاعت اتعشى زبادي واتعشى ثمرتين فاكهه وبس والكلام ده، هو مش نافع مع معظم الناس، لان احنا بقى بطبيعه حياتنا فيها السهر. انا ممكن اتعشى الساعه 7 تفاحيه لو انا هدخل انام الساعه 9، لكن لو انا هدخل انام 12 ما انا طبيعي ان انا هجوع. كويس. اوكي، تاني حاجه زي ما اتفقنا، لو جعت بعمل ايه بعد الساعه 8 او 9؟ بلجا للخضروات. ممكن اخد شوربه من الخضار، او شوربه كوسه، او شوربه بروكلي، او ممكن اكل سلطه، بس يعني في الشتاء بحس الشرب اوقع يعني. طبعا ده حلو قوي، يعني ناخد اي نوع شوربه خضار. شوربه خضار بس زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان في خضروات نشويه زي البطاطس مثلا. لا خلاص، خلينا حلو حلو الكوسه والبروكلي ده جميل قوي وحلوين. ممتاز كده. طيب حلوين، يعني هناخد اي حاجه فيها خضار. تمام. طيب هل انا ممكن حد يقول لك مثلا ما انا اشوح شويه خضار واكلهم عادي؟ هقول لك مفيش مشكله دلوقتي، لو انا يعني في طاسات بتكون الطاسه جديده مش متجرحه او فيها مشكله، بمسحه زيت او في سبراي كده رشه بس منه واشوحها او احطها في الفرن، مفيش مشكله. طب بمناسبه بقى انك اتكلمتي على شيء مهم جدا يا دكتور، هو موضوع الطاسات والحلل بتاعه البيت. ده قصة أنا تابعتك فيها وعايزة أقول للستات عليها. يعني معظم الناس مثلا أنت ممكن تلاقي الطاسة التيفال أو الحلة يعني خدت تجريح طبعا عظيم قوي، هل ده فعليا ثبت أنه سام بيسمم الأكل؟ طبعا. مجرد ما الطبقة بتاعت التفلون دي تتجرح، أو الجرانيت أو whatever تتجرح ويظهر اللون اللي هو السيلفر اللي تحتيها، هي المفترض ان هي غير صالحة للاستخدام. وكل ما التجريح ده يزيد، كل ما انا بيتسرب عندي مادة من اللايرز او الطبقات اللي معمول منها اصلا الطبقة العازلة دي في الاكل بتاعي. ده الشق الصحي. والشق بقى بتاع الدايت، احنا دايما اي حد بيجي لي مثلا العيادة يقول لي عايز يبدأ دايت، انا بقول له احنا هيكون عندنا طاسة وحلة بتوعنا وحلة دايت. السليم خليني استخدم، انا لو بستخدم حاجه متجرحه او فيها مشاكل بايظه او كده، انا اضطر غصب عني احط زيت كتير. عشان الزيت الكتير ده يخلي الحاجه ما تبقاش يعني ما تلزقش فيها وتبقى ستيك فيها، فانا غصب عني هستخدم كميه دهون كبيره جدا. عكس لو انا الحاجه بتاعتي كويسه وطبقه العزل دي سليمه، مجرد بجد مسحه بمنديل بتكون كافيه. يبقى اذا اي شيء متجرح فيها طبقه تجريح التفال او الجرانيت او كده، لازم دي ما نستخدمهاش خالص في الاكل عموما، لا للدايت ولا لغير الدايت كده. طبعا. طيب هرجع بقى لحاجه تانية يا دكتور، بغير شوربه الخضار، يعني الناس اللي هي بتبقى عايزه تبدل وجبه الغداء عشاء، وخلينا نقول ان هو بيبقى بالنسبه له وجبه العشاء الخفيفه دي ممكن ياخدها الظهر، يعني هو مثلا بيشتغل طول اليوم بره البيت، بيرجع شغله مثلا على الساعه 7 8 بالليل، فالوجبه الرئيسيه اللي هي كان المفروض ياكلها في الغداء اللي هي فيها الرز بقى او المكرونه او طبق السلطه ومعاه البروتين والخضار، دي وجبته بالليل، يعمل ايه؟ مفيش اي مشكله في اللي حضرتك قلتيه ده خالص، هو مش غلط اصلا. انا لو وجبتي الرئيسيه بالليل وهاخدها على الساعه 7 8 8 ونص، هاخد فيها نشويات، بطاطس او رز او مكرونه عادي، وهاخد معاها البروتين، وهاخد معاها الخضار والسلطه، وهوقف اكل على كده، مش هاكل حاجه بعديها. وطول اليوم زي ما اتفقنا انا باخد سناكس.
يعني مش سايب نفسي بقى من غير اكل واجي ادخل على الوجبه دي يعني انقض عليها اكل كميه رهيبه لاني مجوع نفسي من اول اليوم. انا هكون قبليها بثلاث ساعات او اقل من ثلاث ساعات واخد سناك وانا في الشغل، سلطه، ساندوتش مثلا تونه، ساندوتش حتى جبنه قريش، جبنه قريش ممتازه، هبقى انا اوريدي داخل الوجبه مش جعان قوي فمش هاكل كميات غير ادميه، وان انا المين ميل بتاعتي تكون 7 أو 8 وجبتي الرئيسيه مفيش اي مشكله اصلا مش غلط عادي. طيب هسألك سؤال تاني مهم جدا، الشتاء يعني مشروبات سخنة، يعني طول الوقت يقول لك أنا عايز أشرب حاجة سخنة، أصلا طول ما أنا قاعد لازم أقعد أخد مثلا شوية، ناس مثلا ممكن يعمل لك قهوة باللبن، بعمل ناس كافيه، بعمل سحلب، بشرب حمص الشام، أي حاجة، فطول ما احنا قاعدين كده مع الشتاء بالذات عموما تحس إن احنا عايزين نمسك كوباية كده فيها الحاجة السخنة، طبعا باستثناء عشقنا جميعنا يعني جميعنا الحقيقة لكوباية الشاي. طبعا بصي نبدأ إن إحنا ربنا الحمد لله خلق لنا كمية من الأعشاب كبيرة جدا كلها تنفع أشربها في أي وقت، قرفة، ينسون، نعناع، جنزبيل، كل العيلة دي، أنا طبعا شاي أخضر، كل العيلة دي أقدر أشربها في أي وقت في اليوم لو أنا متعود إن أنا باخد حاجتي من غير سكر أو بستخدم السكر المناسب للدايت. تمام؟ دول أمينين 100%. لكن لو بالسكر لا، لو بالسكر لا، بالليل بالزيت لو بالسكر لا، او لو نص معلقه يفضل عسل مش سكر حتى هتبقى قيمتها الغذائيه اعلى يعني ماشي مفيش مشكله. تمام. عسل او سكر دايت. تمام. في مجموعه بعد كده بنخش في مشروبات تانية مثلا زي الهوت سايدر مثلا المعمول من عصير التفاح البيور والقرفه، ده مشروب رائع ممكن اشربه بالليل، سعراته قليله ما فيهوش كربوهيدرات عاليه، هو فيه شويه السكر بتوع التفاح اللي هم مش كتير اصلا، احنا عارفين لا، والقرفه هتدي طاقه بتدفي على ما اعتقد طبعا. وهو مشروب محبوب ومفضل جدا من ناس كتير في الشتاء لانه بيدفي جدا وطعمه حلو، يعني انا بحس ان انا بشرب حاجه حلوه كويس. بعد كده اخر حد بقى بيخش معايا في العيله هي مشروبات اللبن، لو انا بتكلم ان انا بشرب الحاجات دي مثلا الساعه 12 بالليل ولا حاجه، لكن لو لحد 9 10 مفيش مشكله اشرب باللبن بقى قرفه بلبن، كاكاو خام بلبن، مثلا قهوه بلبن، تمام مفيش مشكله، لكن لو بالليل قوي ابعد عن اللبن وخليني في الاعشاب او المشروب بتاع التفاح ده. طيب مشروب الشاي بلبن اوكي الصبح او بالليل؟ يعني انا يعني خليني اعترف قدام الناس كلها انا من الناس اللي لسه بيصحوا الصبح يشربوا الشاي باللبن، ملوش اي فايده ولا اختراع، بس هو يعني حاجه خلاص كده طلعنا بال اتعودت عليها، اتعودنا عليها. فمشروب الشاي باللبن ده صباحا او مساء، هل التركيبه دي في حد ذاتها غير مغذيه او غلط؟ هي مش غلط للدايت لكن هي غير مغذيه، لان الشاي بيخلي امتصاص الكالسيوم اللي في اللبن يقل، فانت ما استفدتيش قوي من الكوبايه اللي شربتيها بس ما اتضرتيش. يعني ليس عشان كده هي مش غلط، يعني انا مش بمنعها لحد، يعني انا عايز اشرب كوبايه شاي بلبن الصبح اشربها، بس بقول النوت بتاعه ان احنا عارفين ان الشاي الماده اللي في الشاي في ماده اسمها التانينز في الشاي الغامق بتاعنا الاسود بتمسك في الحديد وبتمسك في الكالسيوم بتخلي امتصاصه مش اسرع حاجه، يعني مش بتخلي جسمي يستفيد منهم كويس. فدايما كنا نقول ايه بلاش الشاي بعد الغداء، تمام، ما بقاش كلت اكل فيه حديد بقى البروتين كبده لحمه ايا كان، بعد كده اشرب شاي فاقوم اقلل الامتصاص ده. يعني لو انا باكل اكل كويس وبعدين قررت ان انا بعد الاكل مثلا، انا بشوف ناس كتير جدا بعد الغداء يقول لك انا هاخد كوبايه شاي اخضر، ده غلط؟ لا الاخضر لا، الاحمر بس، الاحمر يعني الشاي الاخضر اللي هو ممكن متحمص ده، الشاي الاحمر بلاش بعد اي وجبه عموما بالظبط. طيب دكتور سؤال تاني، بالليل بقى عاده زي ما بقول لك انه معظم الناس حتى لو هي نازله لو هي قاعده في البيت حمص الشام، السحلب، يعني أوكي، جميع المشروبات الشتويه اللي الحقيقه بتكون حاضره وبقوه قبل النوم. تمام. بصي هقول لك حاجه، بالنسبه للسحلب هو بصراحه تقيل قوي، يعني احنا ممكن نفضل نتحايل عليه ويتعمل من الاول بجوز هند وضيق شوفان، يعني هياخد قصه في عمله عشان نطلع منه كوبايه، فانا بشوف ان الموضوع بنسبه كبيره مش مستاهل قوي بما ان انا معايا اختيارات كتير قوي من مشروبات تانية. بالنسبه لحمص الشام ما فيهوش مشكله بس ده عشاء، لان الحمص ده بروتين، يعني كوبايه حمص الشام دي وجبه بالظبط، كوبايه حمص الشام بتاعتي دي وجبه، اكل معاها خيارتين ولا حاجه بعديها، اكلها الساعه 8 او 9 بالكتير قوي 9:30 ووقف على كده. يعني ما ينفعش اخدها كمشروب
لا هي مش مشروب، هي اكل يعني، هي يعني وجبه فيها بروتين وفيها نشويات عشان هي بروتين نباتي، وفيها خضار اللي معمول فيه الصوص. نخلي بالنا شويه برضو من موضوع الملح، ويتظبط بقى بليمون والشطه والكلام ده، وهو بيدفي ومغذي جدا على فكره. الحمص مفيد جدا جدا يعني، فما فيش منه مشكله، بس هي كده وجبه قائمه بذاتها يعني، انا كده اتعشيت. تمام. الاعتماد اكتر بقى يا دكتور كمان عايزه اقول لك على انه التسالي بقى، بما ان احنا زملائنا دلوقتي على الكاميرا جايب لنا الحقيقه شكل فشار وهو منور كده وعظيم، التسالي دي اكتر مشكله بتواجه الناس بالليل وخصوصا قبل النوم، وبرده في الشتاء بما ان احنا نقعد فترات طويله جدا في البيت، فهتلاقي الفشار، المكسرات، اللب والسوداني دول يعني موجودين ملازمنا بقى، شيبسيهات بقى، حاجات يعني حضرتك اكيد بيجي لك ناس كتير وعارفه. انا هقول لك، بصي لو انا مش عامل دايت، يعني نتكلم في جزئين، لو انا مش عامل دايت اكل مكسرات مفيش مشكله لحد الساعه 9 او 10، المفترض ان انا بسيب كده كده المفروض ساعتين او 3 ساعات قبل اخر حاجه ادخلها بطني والنوم، ده طبيعي. كويس. فانا لحد مثلا 9 لو انا مش عامل دايت اقدر اكل مكسرات، بس نقول بس معلومه على المكسرات، ان احلى حاجه للمكسرات ان هي تتاكل مش محمصه قوي ولا مملحه ولوحدها. يعني لو هاكل مكسرات هاكل مكسرات بس، لان انا لما بعمل ميكس او اخلط بين مكسرات وبين حاجه فيها نشويات او سكر، ده بيخلي جسمي يمتص يعني يخزن الدهون بتاعه المكسرات بدل ما يستفيد منها. كويس. فانا لو هاكل مكسرات هاكل مثلا زي كبشه او كميه بسيطه برضو مش كميه كبيره من المكسرات اللي مش محمصه. تمام. الفشار لو معمول بزيت قليل او معمول في مايكروويف او بدون زيت، يعني في مكنه كده بتعمله بدون زيت، برضو كويس. ده بالنسبه لشخص عايز يعيش اسلوب حياه صحي او يحافظ على وزنه. كويس. مفيش مشكله في الحاجات دي. لكن لو انا عامل دايت، انا دلوقتي في مرحله ان انا بخس، احنا بنسميها ده اللي هو كده كانه انا حاطط نفسي تحت الميكروسكوب، كل حاجه بدخلها بتاثر قوي على ميزاني. فلو انا عامل دايت لا للاسف ما ينفعش، علاقتي بالحاجات دي بتنتهي على الساعه 8 9 بالكتير. امال يقول لك ليه لو جعت بالليل كل فشار مثلا؟ احد الاقاويل بتقول كده او الاتجاهات، يعني لو جعت بالليل ممكن تعمل حله فشار كده وتاكلها ومش هيجرى اي حاجه. هو يعني هو بيقول مش هيجرى اي حاجه، اذن انا مش هتخن لو انا عملت. اولا طبعا مش حله، هم معلقتين فشار او 3 معالق فشار، عشان الفشار منخفض السعرات الحراريه. فبيقول لو انا عملت بالليل ومش بالليل قوي، يعني مثلا على الساعه 8 ولا كده، فشار مش بزيت كتير وكلته، انا مش هتخن. لكن انا بتكلم دلوقتي لو انا عايز اخس في حاجه زي كده هتثبت ميزاني. طيب اخيرا يا دكتور، اللب بقى والسوداني وبقيه المشتقات المتعلقه بالتسالي بقى. تمام. هقول لك حاجه، نفس الفكره اللي قلناها على المكسرات، بناخد الحاجات دي، هم مفيدين يعني. في نوع لب بيبقى معمول من بذور عباد الشمس، اللب السوري، اللب معروف. السوري. تمام. ده مفيد جدا على فكره، وليه يعني ليه فاليو عاليه قوي، غير ان هو بس ازازه، لا هو فيه فيتامينز كتير، في اللي هي الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون بنسبه كويسه. نفس الفكره، بيتاكلوا لوحدهم مش معاهم لا نشا ولا سكر، يعني معهمش كربوهيدرات، وبجيب الحاجه ما فيهاش ملح كتير وما فيهاش ومش متحمصه قوي، اللي هي مش غامقه يعني. السوداني يبقى يا دوب بس اللي هو لونه زي نقول ايه، اوف وايت كده، مش يجي بقى اللي هو لونه اسود او مش هو المحروق بني غامق بالظبط. طيب يبقى النهارده يا دكتور حضرتك ما حرمتيناش من حاجه، وبشكرك جدا على وجودك معانا، نورتينا. ان شاء الله باذن الله نتقابل على خير. كل الشكر للدكتوره نسمه ياسر، استاذ التغذيه العلاجيه، نورتينا يا دكتور في هذا الصباح. ان شاء الله في انتظار وجودك معانا مره ثانيه. كل مشاهدينا في هذا الصباح استاذنكم بقى نروح لعناوين الاخبار ونتابع ابرزها، وبعدها نرجع نكمل معاكم فقراتنا، خليكم معانا. وزي ما حضراتكم كنتوا بتتابعوا معانا، ان النهارده هو اليوم الثاني لفعاليات المعرض الاول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقه النظيفه، واللي افتتحه بالامس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز مصر للمعارض الدوليه، وهيستمر معانا لحد بكره. خلينا نروح للزميله ميرنا عادل في بث مباشر لكاميرا اكسترا نيوز عشان تعرفنا اكتر على تفاصيل هذا المعرض، لانه بكل تاكيد
ليه أهمية كبيرة وكلنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عنه. صباح الخير عليك يا ميرنا ويومك سعيد، وعايزين نعرف المعرض في بداية يومه التاني وإيه اللي أنت كمان شفتيه من خلال الافتتاح بالأمس. صباح الخير أسماء، صباح الخير على كل مشاهدي شاشة أسترونوز. بالفعل هي مجرد ساعة أو أقل علشان يفتح معرض الأول لتكنولوجيا إحلال وتبديل السيارات اللي بتعمل بالبنزين لتعمل بالطاقة النظيفة لليوم الثاني، وبدأ أمس 3 يناير وهيستمر زي ما ذكرتي لغاية بكرة 6 يناير. خلينا نتكلم عن تفاصيل المعرض. المعرض افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وبيضم العديد من الأروقة. يعني من أول ما تخشي المعرض هتحس ان في اروقه كتير. اول اروقه هي اروقه بتخص الوزارات، في مشاركه من قبل وزارات مختلفه، ان كانت وزاره النقل، وزاره التجاره والصناعه، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وزاره التنميه المحليه، ايضا وزاره البيئه، وزاره البترول، وزاره الانتاج الحربي، العديد من الوزارات بتشارك في هذا المعرض. كمان في 20 شركه مصريه وعالميه بتعرض خلال هذا المعرض السيارات وانواعها وامكانياتها اسعارها كل التفاصيل على المواطنين، ايضا ايه الفوائد والعوائد اللي هتعود عليهم من احلال سيارتهم اللي بتعمل بالبنزين لسيارات بتعمل بالطاقه النظيفه، والمقصود بالطاقه النظيفه هنا هي الغاز الطبيعي. ايضا بخلاف هذه الشركات في يعني اروقه ايضا لشركتي جاز تك وايضا تكنوجاز، شركتين دول من قبلهم ان هم اللي هيحولوا السيارات من العمل بالغاز، من العمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وبيعرضوا ايضا على المواطنين هذه العمليه العوائد البيئيه والاقتصاديه اللي هتعود عليهم وايه العمليه دي وعوامل الامان وكل ما يخص هذه العمليه من التحويل. جدير بالذكر ان ايضا في اروقه لعشر بنوك البنك المركزي بجانب 9 بنوك اخرى بيعرضوا على المواطنين التسهيلات اللي بيحصلوا عليها ان كان قاموا بتبديل سيارتهم باقساط تصل ل 10 سنوات بنسبة لا تتجاوز 3%. يعني هي مجرد أقل من ساعة ويفتح المعرض بابه لليوم الثاني على التوالي، بيستمر من 10 صباحا حتى 9 مساء. والكلمة إليكي مرة أخرى أسماء. أنا بشكرك جدا يا ميرنا على هذا التوضيح، وبكل تأكيد هنتابع معاكي على مدار اليوم على شاشة إكسترا نيوز فعاليات المعرض في اليوم الثاني على التوالي. بشكرك جدا يا ميرنا مرة تانية. شكرا لزميلة ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز. خلينا نرجع مع بعض كمان ونروح لموضوع مهم جدا، وهو موضوع مهم كمان إنسانيا. احنا طول الوقت الحقيقة انه نجوم الفن في مصر او نجوم الفن المصريين بيتمتعوا بجماهيرية كبيرة جدا في مصر وفي الوطن العربي كله، ودايما نقول لك انه النجم بيتجمع حواليه ناس كتير قوي، ناس كتير بتبقى عايزة تقرب منه. لكن لما أي نجمة أو أي فنان بيجي بيتعرض لأزمة زيه زي أي إنسان أو مشكلة ممكن تبعده شوية عن الأضواء، دايما بيفضل حواليه جمهور اللي بيحبه وبيعشقه وأصدقائه المخلصين. بالمناسبة ده اللي حصل مع الفنانة الجميلة اللي أنا بحبها جدا حورية فرغلي. كان ليها تصريحات أنا في رأيي هي تصريحات مؤلمة بعد بعدها عن الأضواء لمدة 3 سنين بسبب الحادث اللي تعرضت ليه، ورجعت للأضواء وطلت علينا مرة تانية مع الزميل الكاتب الصحفي عماد صفوت من خلال تلفزيون اليوم السابع، واللي اهتم بتصريحاتها جدا ووضحها عماد صفوت في مكالمة الحقيقة تلفزيونية مع النجمة حورية فرغلي عبر تلفزيون اليوم السابع، واللي ظهر فيها قد إيه كم الألم اللي أنا حسيت بيه وكل جمهورها اللي كان بيتابعها في هذه المداخلة، سواء بنتكلم على أزمتها الصحية أو بسبب جحود الناس اللي كانت بتحاول تتطول عليها أو تحوطها أو تصدرها، أو طول الوقت نوع أنواع كتيرة جدا من التنمر اللي هي اتعرضت ليه في حياتها. تعال نشوف جزء من الفيديو ونرجع لكم على طول. مشاهدة الحاسة بتاعتي وانا بحاول اصلح مش شكل مش تجميل، انا بحاول اصلح اني استطعم الاكل واشم الريح، لاني انا بقالي 4 سنين لا بعرف انا باكل ايه ولا بشرب، يعني لو حصل احتياط ما اعرفش مسمى الشيء احتياط.
فعندي مشكله كبيره قوي، ومفيش دكاتره، وكل دكتور يبوظ لي حاجه. وفي الاخر يعني الشكل باظ خالص، وما بقاش في طعم، وما بقاش في اي ريحه. فبتعالج بقالي وده اثر على صوتي. ومبقتش عارفة أعمل إيه، ورحت إنجلترا ورحت فرنسا ورحت بلاد كتير قوي، فمفيش غير واحد بس هو اللي يعملها لي. تصريحات الحقيقة حورية فرغلي لكل الناس اللي تابعت وضحت قد إيه كان واضح جدا قدامنا القسوة اللي تعرضت ليها من ناس كانت بتعتبرهم هم الأقرب ليها. من طبعا ده شيء مؤلم، عشان كده إحنا بنقول إنه انك توصل لهذه المرحله كشخص وكفنان قدمت كتير وكنت منتظر الدعم. المرض شيء لا يخجل احد، كلنا على فكره محدش فينا ضامن ان هو يبقى سليم خطوه قدام، محدش فينا عارف ممكن يكون الزمن مخبي ايه او ايه اللي ممكن يتعرض له في حياته. لكن احنا بنتكلم على شيء قاسي ومؤلم، عشان كده احنا النهارده قررنا ان احنا نقول لها في هذا الصباح وحشتينا الفنانة الجميلة حورية فرغلي اللي منورانا على التليفون، وبشكرها انها وافقت على المداخلة دي، وانها تصبح علينا وتصبح كمان على كل جمهورها وكل الناس اللي قلبها معاها من اول ما ظهرت وطلت على اليوم السابع. فنانة جميلة حورية فرغلي، صباح الخير عليكي. صباح النور. اولا وحشتينا، وانا من غير الاعلام بحبك ومتضايقه انت برقتك دي، يعني انا حاسه بيكي، بس لازم تعرفي انه اي مكان الصوره اللي وصلت لك صدقيني مش هي الحقيقيه. ناس كتير بتحبك، ناس كتير عايزه تقف جنبك وتسندك، يمكن انت بس اخدتي خطوه لورا وقلتي ابعد عشان كده. لا والله انا ما خدتش خطوه لورا ولا حاجه. انا مشكلتي ان انا مش عارفه اسافر، لان الكورونا قافله كل السفارات، فانا مش عارفه اسافر، مش عارفه بقالي سنه مستنيه ان السفاره تفتح عشان اسافر امريكا بس قافله. فانا بالنسبه لي انت السفريه دي عشان العلاج، عشان العلاج. بس طب انا عايزه اطمن على صحتك الاول. انا صحتي كويسه جدا، ما فيهاش اي حاجه. بقول لك هو موضوع بس طبعا الشكل اتغير، الصوت اتغير، ما فيش استطعام، ما فيش ريحه. يعني انا ساعات ببقى خايفه لو حصل حريقه مثلا، ما اعرفش اشم لو فيش يود. فبقالي 3 سنين في الموضوع ده، ودي اهم حاجه. يعني ربنا مدينا نعم. انا بجد ما كنتش عارفه قيمتها غير دلوقتي. طبعا طبعا. جرحك ان الناس قالت ان الموضوع اللي حصل والحادثه اللي حصلت لك تجميل؟ طبعا طبعا. تجميل انا كنت ملكه جمال مصر 2002، وشفتوني اتكلمني شكرا تجميل، يعني مش محتاجه تجميل. انا الحصان وقع فوقي، عارفه يعني ايه حصان؟ يعني كام طن يقع على وشك. ايوه طبعا. فما عنديش مناخير، يعني حادثه وقع زي اي حد في الدنيا ممكن يتعرض ليها. بالظبط. فهي عمليه صعبه جدا، لانها مش بس شكل، هو الموضوع برضو موضوع جيب انفيه، موضوع ريحه، ان انا استطعم، ان انا اشم، ان انا صوتي، يعني الموضوع كبير. يعني اخر عمليه عملتها قعدت 8 ساعات وقلبي وقف فيها 4 دقائق. يعني بعد الشر عليكي. طب يعني انت لحد ان شاء الله باذن الله ما ربنا يكرم بانك تروحي تعملي العمليه اللي جايه، هل بتتابعي طمنينا اكتر على نفسك وطريقه تعايشك لحد ان شاء الله باذن الله ربنا ما يقومك بالسلامه؟ والله يا حضرتك انا حابسه نفسي بقالي 10 شهور ما طلعتش بره اوضه نومي، علشان طبعا الكورونا، وعشان كمان مش عايزه حد يشوفني، مش عايزه الناس تقارن شكلي دلوقتي بقبل كده. حتى رغم اني بلبس الكمامه بس برضو الناس بتعرفني، بس مش عايزه حد يعني يقارن بين قبل كده ودلوقتي. بس اللي زعلني ان انا لما كنت في البيك وكنت عامله اعمال كبيره وكنت ناجحه جدا، كان في ناس كتير قوي 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 حواليا. لما اخدت قرار ان انا هاخد الفيزا واسافر، فده هاخد وقت، ما لقيتش حد جنبي. ما لقيتش حد جنبي خالص، تليفوني ما بيرنش.
ما حدش بيسأل عليكي خالص خالص، يعني حتى الناس اللي كانت بتشتغل معايا انا يا ما ساعدتها يا ما وقفت جنبها يا ما كنت موجوده جنبهم، عمر ما حد طلب مني حاجه ما عملتهاش. كنت بشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه عشان اقدم اعمال تعجب الناس. فجاه كده للدرجات دي؟ هو انا لو انا ناجحه انتوا حواليا، بس انا لو حصل لي حاجه وبعدت شويه عن التلفزيون او بعدت شويه عن الاعمال خلاص يبقى كده حريه. طب يعني ان شاء الله عمرك ما هتنتهي، بس رسالتك اللي تحبي توجهيها لكل جمهورك بقى، الناس اللي بتحبك ويمكن انت ما تعرفهمش بشكل شخصي يا حوريه خالص، بس في ناس كتير على فكره قلوبها معاكي وبتدعي لك ومنتظراكي انك تنوري الشاشه من تاني. يعني بصي انا اخر حاجه عملتها من سنتين مملكه الغاجر مع مدام بيتي عبدو، وكنت لسه عامله اخر عمليه. الكلام اللي كان بيتكتب تحت في الفيس يعني على اليوتيوب انت بقيتي مسخ دميم، اقعدي في بيتكم بقى، انت خلينا نصبح بوشك، انت خلاص بطلي تمثيل، انت بقيتي زي مايكل جاكسون، انت شكلك بقى مقرف، انت عارفه كلام. وانا بنت في الاخر طبعا انا طبعا متجوزه، انا مش مرتبطه، انا كلام يجرح ويوجع يموت. بس انا بقول لك ما تلتفتيش لده، لان تاني بقول لك كل الناس معاكي، قلوبنا معاكي وبندعي لك وهنصبح عليكي على فكره، ونتمنى ان وقتك حتى يسمح وترضي توافقي انك تنورينا وتكوني ضيفه معانا، وهتشوفي قد ايه الناس، لانه او نجي لك احنا كمان لحد عندك اذا 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 تقبلي ده. هو بس انا مش عايزه حد يشوفني كده، انا عايزه خلاص. واحنا نحترم رغبتك، وفي كل الاحوال زي القمر كفايه قلبك وروحك الحلوه. بشكرك جدا كل الشكر للفنانه الجميله حوريه فرغلي، اللي احنا كلنا قلوبنا ودعواتنا ليها كلنا، ولازم نبقى عارفين انه الدنيا ملهاش امان على اي انسان في الدنيا. يا ريت لاي حد بيتنمر على اي شخص باي حاجه، انت ما تضمنش على فكره نفسك بكره، محدش يضمن نفسه. طيب خلينا نقول ان احنا النهارده كمان عندنا ذكرى، هذه الذكرى لما بنفتكرها بنفتكرها بألم، لأن إحنا مش ممكن ننسى هذا اليوم، وهو إنه فارقنا ورحل عنا الحياة قامة وفنان كبير وقدير عشنا معاه لسنين طويلة، سابنا وما زلنا حتى الآن إحنا عايشين معاه. مش ممكن ننسى أبداً اللحظة اللي فارقنا بيها، ولا ممكن ننسى أبداً أعماله اللي عايشة معانا وبنقف قدامها لحد النهاردة، ومهما يعدي له مشهد لازم تتفرج عليه وتشوفه 100,000 مرة، وكل مرة بتشوفه بنفس الإحساس. الفنان الكبير القدير ممدوح عبد العليم ربنا يرحمه، اللي الحقيقة جسد كمية من الأعمال الغير عادية الغير عادية. مهما أكلم شخصيات علي البدري، رفيع بيه على مستوى السينما، وسمع هص وكوميديان، يعني كم كتيبة إعدام، كم ما قدمه، يعني رامي قشوع مش قادرة أقول لكم. أنا شخصيا من يعني حياة طول عمري من جمهوره، ودايما بقف قدام أعماله وأقول إيه العبقرية والروح دي. احنا معانا على التليفون الأستاذة الإعلامية الكبيرة الأستاذة شفكي المنيري، رفيقة حياة الراحل القدير ممدوح عبد العليم. أستاذة شفكي صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا أسماء، صباح النور عليكي، ويا رب سنة جديدة عليك وعلى يا دي. رب صباح النور. يعني أنا بشكرك إنك سمحت لنا إن احنا نكون معاكي، وإحنا عارفين إنه بيأتي هذا اليوم وهو بكل ما يحمله من ذكريات، بكل تأكيد كانت ذكريات مؤلمة أنا مش عايزة أرجع مع حضرتك فيها تاني، ولكن مازال الأستاذ القدير ممدوح عبد العليم يسكن في قلوبنا كلنا ولم يغادرنا للحظة حتى الآن. طبعا بصي، طبعا هو لكل الناس النهاردة 5 يناير ده ذكرى وفاته، بس بالنسبة لنا احنا ما عندناش أيام محددة. يعني هو من يوم ما
احنا بنسميها سافر الى الله، يعني اخذ الرحله بدري شويه عننا. أيوه. واحنا حاسين ان كل الايام بقت هو مش موجود فيه. صحيح انه ابتلاء احنا رضينا بيه، يعني انا وبنتي، لان ممدوح ما عندوش غير بنت واحده، ربنا يخليها، وكوننا من ساعتها عارفه، رغم كانت هي صغر سنها وكانت لسه طبعا صغيره في السن، بس كوننا فريق كده، بانه ممدوح كان دايما مفعم بالحياه ومفعم بالحيويه وبالبهجه. يعني يمكن اول سنه ونص كانت الدنيا بالنسبه لنا ستاره ضلمه كده نزلت، والواحد بس الاولى عنده ايمان بالله ونعم كان بيتحرك. لكن انت بعد كده برضو الناس الحلوين زي ما انت قلتي زي ممدوح، ما ينفعش تبقى دايما انت بتفتكريهم وتيجي بقى على جنب وتنقطع عنك الحياه، لان هو الحقيقه رحل في صمت لطيف، ورحل يعني ربنا يدينا يعني مسك الختام ده طبعا. يعني ممدوح رحل وهو في صحه جيده جدا، وهو مبسوط وهو سعيد وهو محقق نجاح، وهو نازل بيعمل رياضه، ويعني لم تستغلق اللحظه الاخيره اكتر من ثواني، وبحب الناس كلها، وربنا كرمه في حاجات كتير قوي حلوه. يعني الخمس سنين دول مروا علينا كعيله صعبين، بس كانوا تحدي، احنا خلقناها لحاله من التحدي، سواء انا او بنتي تفوقت ونجحت وتخرجت من اكبر جامعات انجلترا، وحصلت على اعلى مرتبه الشرف، بتحضر دلوقتي لسه صغيره في السن، بس كمان بتحضر ما شاء الله ماجستير، فكل ده كان تحدي، عارفه طبعا انك تفضلي محافظه على البيت وعلى الحياه وزي ما هو عايز. فالحمد لله احنا النهارده بنحتفي بيه. ما هو انا عشان كده يمكن ما كنتش عايزه اتكلم مع حضرتك فيما يتعلق باي ذكرى مؤلمه، ولكن بكل تاكيد الحقيقه عاشقين ومحبين والجمهور العريض للاستاذ ممدوح عبد العليم ربنا يرحمه، هذا من المشوار الطويل بيكونوا محتاجين من رفيقه الدرب ورحله الكفاح الطويله كلمه في هذا اليوم. والله بصي انا زي اي ست يعني بتفقد زوجها، يعني ما احنا عندنا حالات كتير في المجتمع، وامهات الشهداء والناس الجميله، لكن انا دايما بقول انه انا حاولت احول الفقد لحاله وكاني ببعت له رساله من جديد، وبداتها بالكتاب اللي انا كتبت عنه ايام في بيت المحترم. نعم. الكتاب فيه كل التفاصيل اللي انا كنت عايزه اوثقها. ممدوح فنان الناس بتعرفه وبتعشقه، بس يمكن ما يعرفوش قد ايه كان جميل، قد ايه كان انسان طبعا. مع الناس قد ايه كان حتى بيتعامل ازاي مع اعماله من باب الانسانيه، دي حقيقه. هو مين كانسان؟ هو مين في المجتمع؟ هو عمل ايه في بيته في بنته في حياته واصدقائه؟ كان يهمني قوي قوي ده يوصل للناس عشان ابقى حاسه ان انا كملت الصوره. ممدوح كان طول الوقت بالذات يعني لما نضج جدا كان كل اللي يهمه ان الناس لما تشوفه تقول ده فنان محترم، دي طبعا. كانت تعني ليه كتير قوي. الحمد لله اني انا حاولت ان انا يعني كمان يعني اقدمها من الجانب الانساني اللي بيهمنا، قبل ما تبقى فنان كبير انت لازم تبقى انسان عظيم. الحمد وهو لله. كان الحقيقه انسان عظيم ربنا طبعا يرحمه. واضح انه احنا فقدنا الاتصال بالاعلاميه الكبيره شفكي المنيري، ربنا يرحمه. وانا بقول لحضرتك تعيشي امتداد انت وبنته ليه في حياته، عمرنا ابدا ابدا ما هيغادرنا ولا هيغيب عننا ولو للحظة واحدة. ربنا يرحمه طبعا الفنان الكبير أستاذ ممدوح عبد العليم. خليني أرجع بقى وأقول لكم أنه الأغاني الشعبية في مصر ليها جمهور كبير، أو إحنا لأن إحنا كمصريين لينا طابع كده معين وخط معين في الأغنية الشعبية، وده اللي خلى أن الأغنية الشعبية في مصر توصل للوطن العربي كله، واحنا على فكره منها اللي تحول في بعض الدول بلغات تانية. ما فيش حد مصري ما بيسمعش شعبي، ما يعرفش قيمه يعني ايه الطرب الشعبي. احنا بقى واحنا بنتكلم على الطرب الشعبي فاكيد بنتكلم على كمان المطرب الشعبي الكبير عبد الباسط حموده. الاغنيه الشعبيه واحد الحقيقه من اهم جيل الرواد المطربين الكبار، واللي ليهم بصمة وطريقة خاصة وأداء مختلف في الفن الشعبي. النهاردة احنا هنحتفل بعيد ميلاد الفنان عبد الباسط حمودة
اللي ليه جمهور كبير جدا الحقيقه بيحبوه في مصر والعالم العربي كله. موهبه اصيله وصوت جميل واختيارات كمان، يعني اختياراته للغه الشعبيه او للطرب الشعبي مش اي اختيار ومش اي جمله. طيب خلينا نصبح بقى على الفنان الاستاذ عبد الباسط حموده. صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل يا استاذ اسماء، وكل سنه وانت طيبه. ده كل سنه وحضرتك طيب وبالف صحه وخير وربنا يديك الصحه وطولة العمر. ومتشكرين قوي قوي على التقديمه الجميله دي والله. لا انت عارف حب الناس ليك يعني كبير قوي، كل الناس بتحبك كبار وصغيرين. اهم حاجه في الدنيا دي محبه الناس. يعني بتشوف الناس ازاي ان انت بص عدى ناس كتير وطلع ناس كتير برضو غنت شعبي بعديك، لكن انت ليك حته كده في قلوب كل الناس وكل اغنيه قدمتها لسه لحد النهارده الناس بتغنيها وتقولها. يا استاذه اسماء الفن الشعبي ده التراث الشعبي. ده التراث الشعبي طبعا. يعني الاغنيه الشعبيه بتمثل حاجات كتير. طبعا الاغنيه الشعبيه بتمثل الوجيع وبتمثل الفرح وبتمثل البهجه وبتمثل كل حاجه جميله. يعني حتى تبص تلاقي اللي قاعد متضايق بيحب يسمع اللي هو عايزه. اللي قاعد مبسوط بيسمع اللي هو يسمع عايزه. شعبي ويسمع موال. طبعا. هو بيخش في دماغ الناس طبعا. طب انت بتشوف الشعبي دلوقتي والمهرجانات هو ده الطرب الشعبي بتاعنا؟ لا 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 لا، ايامنا احنا بقى، ايامنا احنا ومحمد طه ومدراع وخضربخات ومحمد رشدي ومحمد قنديل وعبد اللطيف التلباني وماهر العطار دي اسامي ايه؟ كانت اسامي جميله واسامي حلوه لا لا لا، والاستاذ محمد رشدي والاستاذ احمد عدويه طبعا طبعا كلهم نجوم كبار يعني. استاذ احمد عدويه ربنا يديله الصحه والعمر يا رب. يا رب يخلي له عياله يا رب. ده يا رب بنصبح عليه طبعا. واحنا من شبع لشيء شبع ليه؟ ما نعرفش نغير طريقتنا. يعني انت اخذت الخط انت كان قدوتك مع الاستاذ احمد عدويه. استاذ محمد لا لا احنا ما احنا مع بعض كلكم مع بعض. ربنا يا رب يديكوا الصحه والعمر. طب هو بص انا هطلب منك حاجه، هو المفروض احنا اللي نغني لك ونقول لك كل سنه وانت طيب، بس احنا حابين تصبح على جمهورك اللي بيحبك بصوتك الحلو معانا في هذا الصباح، تقول لنا ايه؟ يا دنيا طفيت الجمال، يا ناس كترت دمعي، والعمر راح حضر، كتبت الواضي عالمي، كتبت السني عالمي، وفلت بولا قدر، يا دنيا طفيت الجمال. ده للجمهور حبيبي. ده الصوت ايه ما شاء الله، من غير مؤثرات ولا اي حاجه ولا ما شاء الله يعني، وعلى الصبح من غير ما نحضر يعني. قولوا لهم بقى يا حلو الصبح يا حلو طول. ايوه يا حلو الصبح نهارنا فل. ايوه يا حلو مال الجميل مشغول وبتحير، وقول له بدر عليك الحيره يا صغير، في حق ورد الخدود احمر والتفاح، ولا الكلام يا جميل وياك بيتغير. حلو الصبح يا حلو طل. آه. يسعد صباحك واحلى صباح، ربنا يا رب يديلك الصحه وطولة العمر وعبال 100 سنه. ربنا بس يزيح الكرب ده يا رب. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يوقف كده بلدنا كده بصحه جيده. يا رب اللهم امين. صحه جميله وعلى شعبنا الجميل وعلى الشعب العربي كله. يا رب يا رب. كل سنه وانتم طيبين وتعود عليكم الايام بخير. وانا متشكرين يا استاذه اسماء بصراحه. ده انا اللي بشكرك على وجودك معانا وطلتك الحلوه وصباحك الحلو ده. ده يا حلو اللي منور الدنيا. ربنا يخليك والله وفعلا احلى صباح الحلو صبح علينا النهارده. شكرا للفنان الجميل عبد الباسط حموده، نورنا كل سنه وهو طيب وعبال 100 سنه. الواحد يعني الحقيقه سعدنا قوي يعني، انا مبسوطه وبحب الحقيقه انه لانه زي ما بقول لكم الطرب الشعبي المصري ليه كده خصوصيه، يطلع بقى يقولوا اصل اتغير، اصل التون الجديد، اصل الفن الجديد. لا لا لا، مطربين مصر الشعبيين في حته تانية خالص. تعالوا نرجع كمان لموضوع حلو قوي، بلدنا الحقيقه السيد الرئيس من اول ما تولى الحكم من 2014
هذا الدعم اللي احنا كنا بنشوفه لذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي القدرات الخاصه اللي اتضاعف اكتر من مره وبقى ليهم عام وهو عام ذوي الاحتياجات الخاصه، الايمان بقدرتهم، تواجدوا معاهم طول الوقت، حتى بالنسبه لمشروعات الاسكان اللي بتحصل الجديده في مصر دايما بيتم تصميمها بما يتناسب معاهم في وسائل نقل المواصلات، حاجات كتير قوي. اهميه ان هم يبقوا معانا طول الوقت لان هم معانا بياخدوا حقهم يعبروا عن نفسهم في كل المجالات. لسه بنكمل معاهم احتفائنا بالموهبين من فاقدي البصر، وده من خلال اكسترا الاوركسترا للنور والامل للمكفوفات في جمعيه النور والامل، واللي هنتعرف على مواهبهم في التقرير اللي جاي. كلهم بصراحه مبدعين، كلهم شوفوا جمالها. شكرا طبعا لي زميلة دورية عاطف على هذا التقرير. طبعا احنا عارفين هنا ان ايه يعني غير مبصرين، فطبعا بيبقى ليهم ايه طريقة معينة وطريقة خاصة شوية في التعامل في التدريس، يعني طبعا بيكتب لهم النوت بطريقه برايل زي الكتابه العاديه، بس تبقى نوت موسيقيه ليها رموز ثانيه هم اللي بيقروها بيعرفوها بيتعلموها هنا فبس بيحفظوها. احنا عندنا المبصر بيبقى النوته محطوطه قدامنا وبنقراها، لكن هم بيحفظوها على الغيب، فطبعا دي بتبقى صعبه شويه، بس ميزه عندهم ربنا مدينهم القدره ان بيحفظوا الريبرتوار او يعني برنامج كبير بكله بالذاكره. معهد موسيقى جمعية النور والأمل زي أي معهد موسيقى في العالم، الفرق الوحيد إنهم بيتعلموا النوتة الموسيقية بالبرايل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كرمهم في حفلة عيد الأم، فده كان تتويج جميل جدا للبنات. صراحة الأجواء ما بيننا هنا جميلة قوي، خصوصا احنا بنتعامل مع بعض قبل ان احنا نكون اوركسترا وكده، ان احنا بنتعامل كاخوات، لان احنا تقريبا قضينا هنا في المكان اكتر ما قضينا في بيوتنا. يعني احنا قاعدين هنا في حاجة اسمها داخلية تبع المعهد، فدي تقريبا بنقضي فيها طول الاسبوع مع بعض، ما بنروحش غير 3 ايام في الاسبوع تقريبا، فاللي هو خلاص احنا اخوات بجد. فعشان كده هو ده اللي عامل الروح الحلوه ما بيننا في الاوركسترا، ان احنا بنقدر نفهم بعض ونقدر نركب مع بعض كل المقطعات. يعني بصي، هو اي شغل في تيم ورك يعني ده بيخلق في البني ادم حاله كده من اللي هو ايه، انا عايزه اتشجع اكتر وابقى حاجه كبيره علشان احقق للمكان ده اللي هو الدهول. يعني انا هنا اتعلمت الكمانجا بشكل اكاديمي، اتعلمت ازاي ابقى بشتغل في تيم ورك، فاعتقد ده فرق معايا جدا. خليني اولا، الفن بالنسبه لاي شخص لازم يبقى فنان، لان الموسيقى هي اللغه الوحيده اللي اي حد بيفهمها. يعني انت لو رحتي عزفتي موسيقى الواحد ما بيفهمش اللغه بتاعتك اللي انت بتكلميها، بس هيفهم المزيكا اللي انت بتعزفيها. بصراحة السيد الرئيس من ساعة ما يعني ما بقى موجود في الحكم، هو بيحاول طول الوقت ان هو لا يسلط الضوء على ذوي الهمم، وخاصة دلوقتي بقى له فترة كبيرة بيعمل يوم مخصوص بس اللي هو مؤتمر قدرون باختلاف، على طول بيحاول طول الوقت ان هو يبقى موجود معانا وبيشوف ايه المشاكل اللي بتواجهنا وبيحاول ان هو يحلها بصراحة بأي شكل من الأشكال. يعني حتى لما قابلناه وكده ان هو بس احنا نقول له احنا عندنا مشكلة ايه، فهو طول الوقت بيحاول يحلها بأسرع ما يكون الصراحة. يعني كل سنة وكلنا طيبين، كل سنة يا رب ومصر طيبة وعايشة في أمان وسلام ومحبة. عيد الميلاد المجيد اللي هو كلنا في هذه المناسبة، كل مصر بتحتفل بعيد الميلاد المجيد. إخواتنا وأشقائنا وكلنا كمصريين الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح. هذا الاحتفال وما له من قدسية ومكانة
كلنا بكل تأكيد من الغد إن شاء الله بإذن الله هتبدأ الصلوات إلى أن يقام قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. طبعا كتير جدا من التساؤلات، كيف سوف تقام الصلوات، إزاي هتقام الصلوات في الكنائس في ظل طبعا احنا عارفين هذا الوباء أو جائحة كورونا. للحقيقة جميع الكنائس المصرية منذ بداية هذه الجائحة وهي كانت بتتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية عشان تحافظ على سلامة وصحة المواطنين والمصريين الحياة اللي بيروحوا الكنائس، واحنا عارفين انه قد ايه الذهاب الى الكنيسة له قدسية كبيرة وأهمية كبيرة ايضا. خلينا احنا بينضم الينا عبر كاميرا اكسترا نيوز ضيفنا القس كراس لمعي سلامة كاهن كنيسة الشهيدة دميانة في بولاء ابو العيلة. أبونا صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب وكل أهلينا في مصر طيبين وبألف خير بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. صباح النور عليكم جميعا، صباح النور على كل المصريين، صباح الخير على الجيش وعلى الشرطة، صباح الخير على كل عامل مجتهد أيا كان عمله، صباح الخير على كل مصري، صباح النور على أرضنا الطيبة بشمسها المشرقة ونيلها الجميل، صباح الخير وكل سنة وكل لحظة والنيل بخير وبيتدفق إلى كل ربوع مصر، صباح الخير وكل المآذن وقباب الكنائس متعانقة، صباح الخير عليكم وأجراس الكنائس مع صوت الأذان، وكل مصري إن كان مسيحي أو مسلم يكون بخير وبصحة وبسلام. صباح الخير ورئيسنا الجميل المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل خير، ربنا يديه الحكمة والمعونة والمساعدة والنصر والمشورة يا رب يا رب. اللهم أمين. مشكورك جدا يا بونا، وخليني أقول حضرتك أنه يعني طبعا إحنا عارفين يأتي عيد الميلاد المجيد وما له من قدسية واحتفالية خاصة جدا في ظل بقى أن إحنا عندنا جائحة كورونا، وإحنا عارفين أنه قد إيه هناك التزام من جميع الكنائس المصرية بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. غدا المفروض هو بيكون يوم للصلوات والكل بيكون نفسه يروح الكنيسة ويصلي وينتظر الوعظة، إزاي هتقام الصلوات غدا إن شاء الله في ظل بإذن الله في ظل هذه الجائحة؟ هو طبعا بدءا يعني ما أقدرش أخفي شعوري إن كل مصري قبطي الحقيقة موجوع، لأنه العيد ده عيد الميلاد احنا بنستعد له قبليها ب 43 يوم صوم علشان نحضر قداس العيد. نعم. ولكن طبعا نظرا للظروف اللي العالم كله بيمر بيها ومصرنا الحبيبه بتمر بيها، فتعليمات قداسة البابا انه القداس يحضروا 20 واحد فقط. طبعا في كنايس شعبها بالالاف طبعا، ولكن احنا كلنا هيبقى العشرين الموجودين هم ممثلين عنا، ونشكر ربنا ان الكنائس مفتوحة، كان ممكن الامور تبقى اصعب ومبقاش فيه خالص، ولكن ما هو موجود طبعا افضل مما هو غير موجود. يعني اذا يا بونا لن تغلق الكنائس ولكن هيكون الحضور 20 فقط داخل كل كنيسة. طبعا نظرا للظروف طبعا. طبعا طيب بتقول ايه بقى لاخواتنا واشقائنا اللي لديهم هذا الالم وهذا الوجع وهم بيحتفلوا بعيد الميلاد المجيد ومش هيقدروا ان هم يروحوا للكنيسه يقيموا صلواتهم داخل الكنيسه؟ انا هقول لهم اول حاجه كل سنه وانتم طيبين، وتاني حاجه مش عايز حد يبقى قلبه موجوع ومتالم من جوه وضميره كمان متانب. ليه؟ لأنه كل واحد ضميره مأنبه أنه ما راحش الكنيسة، عايز أقوله ده مش بإيدك، هو جائحة ربنا سمح بيها، وبإذن الله ربنا يزيح هذه الغمة ولا يعود ليها وجود أبدا. ولكن أشكر ربنا وأقعد قدام التلفزيون وقنوات كتيرة بتذيع القداس، نشكر ربنا دي وسيلة تخفف كتير جدا عن كل اللي قاعدين في البيوت.
احضر القداس وكأنك في الكنيسة، ما تتفرجش على القداس. أنا بقول لك احضر القداس، خليك واقف وكأنك في الكنيسة، كل كلمة بتتقال انتبه ليها، كل صلاة ارفع قلبك، وفي كل لحظة قول يا رب زيح هذه الغمة، وترجع الكنائس تتفتح والجوامع تبقى مليئة بالناس، ونحتفل بإذن الله الأعياد القادمة ونكون كلنا مع بعض بإذن الله. طيب أبونا، رسالتك بقى للناس علشان تحافظ على حياتها، اللي هو يلتزم بالإجراءات، يرتدي الكمامة، يحافظ قد إيه؟ احنا عارفين أن كل الحياة الديانات وصتنا على أنه الإنسان نفسه بالنسبة له أمانة، لابد أن هو يحافظ على صحته ويحمي نفسه قدر الإمكان. الرسالة دي مهمة جدا، وأنا بشكر حضرتك عليها، لأنك طبعا بتتكلمي في موضوع حيوي وخطير، وإحنا ككنيسة بنعتبر الإجراءات الاحترازية دي موضوع أمن قومي، لأنه دي جائحة خطيرة جدا، ومعظم الناس بتتعدي بيها إذا لم تلتزم بالإجراءات. وعائلات كتيرة زي ما احنا بنشوف ونسمع أصيبت بيها. فأرجوكم أرجوكم أرجوكم باسم ربنا، كل واحد ضميره يبقى يقظ جدا على نفسه وعلى اللي حواليه. كل واحد لازم يرتدي القمامة، كل واحد لازم دايما يغسل إيده بالمية والصابون، كل واحد على الأقل يبقى معاه إزازة كحول في جيبه، إذا خرج إذا لمس حاجة على طول يلحق نفسه ويرش في إيده. خاف على نفسك وخاف على أسرتك وخاف على اللي حواليك، لأن دي قدام ربنا أمانة. إذا حد أهمل أي إهمال صغير في موضوع الإجراءات الاحترازية فهو بيصيب غيره، وأنا هعتبره كده يبقى متعمد. فأرجوكم محدش يرتكب الخطيئة دي، إن هو يأهمل في أي إجراء فيصيب غيره بعدوى. والموضوع ده ما بقاش سهل، ده موضوع مؤثر في اقتصاديات دول، وموضوع مؤثر في الصحة العامة، موضوع زي ما أنا قلت ده موضوع أمن قومي لا يمكن التهاون فيه. ما تنتظرش إن في الشارع حد يوقفك يدفعك 50 جنيه، ما بلاش إن إحنا يعني نبقى منتظرين القانون يطبق علينا. خلي قانون قلبك وفكرك وخوفك من ربنا وضميرك هو ده اللي يحكمك. يعني ده كلام يعني رائع جدا منك يا ابونا. وخليني بقى أخد من حضرتك رسالة تانية للناس اللي هو ممكن يكون بيعاني من الألام والمرض، ربنا يشفي الناس كلها. ودايما أنا بشوف الناس يقولك أنا نفسي أصلي، كان نفسي أجتهد، كان نفسي أروح الكنيسة، بس أنا مش قادر أعمل كده. في ناس على فكرة أحيانا يمكن بتأتي الأعياد وإقامة الصلوات وهم بيكونوا متألمين، فتكون رسالتك إيه ليهم يا ابونا؟ أنا بقول لهم طبعا كل سنة وأنتم طيبين، ولكن إذا كان حد في الأساس هو مقعد أو مريض بأي نوع من المرض، فالكنيسة بتصلي وتقول أذكر يا رب مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم والرأفات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم، وروح الأمراض اطردوا. بقول لكم إذا كان حد مريض فدي تجربة ربنا سمح بيها، نشكر ربنا على كل شيء. وإحنا تعودنا كده في الكنيسة، إذا كان بنشكر ربنا في الأفراح وغيره، فحتى في صلوات الجنازات وصلوات المرضى أول حاجة بنقول فلنشكر صانع الخيرات. كل حاجة من إيد ربنا حلوة وللخير، والإنسان عليه إنه هو يبقى صابر، لأن السيد المسيح قال بصبركم تقتنون أنفسكم. فالمرض بالذات يحتاج الصبر ويحتاج الشكر، ويحتاج ان احنا نعرف ان ربنا قادر على كل حاجة، يمد يد الشفاء لكل مريض. يا رب. انا يعني كل سنة وحضرتك طيب مرة تانية، ويا رب ان شاء الله بإذن الله زي ما احنا متعودين يأتي دائما عيد الميلاد علينا جميعا بالخير والأمن والسلام والمحبة. شكرا لحضرتك، شكرا لضيفنا القس كراس لمعي سلامة
كاهن كنيسة الشهيدة دميانة في بولاق أبو العلا. بشكر حضرتك على وجودك معانا، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل إخواتي وحبايبي في مصر طيبين، وعيد ميلاد مجيد سعيد عليكم جميعا. وزي ما أبونا كان بيوضح، عارفين أنه الناس هتبقى متألمة أنها مش بتروح الكنيسة، وإحنا مقدرين ده لأن إحنا كلنا عايشين مع بعض وعارفين أهمية ده بالنسبة لكم كلكم، لكن ده كل تأكيد القرارات اللي اتخذتها الكنيسة المصرية. طبعا قداسة البابا توادرس بابا الأسكندرية وبطريرك القرازة المرقصية اللي بنقوله طبعا كل سنة وقداستك طيب، هذه القرارات كانت للحفاظ على سلامة وأمن وصحة الشعب المصري. كل سنة وانتم طيبين، وأنا طبعا بختم معاكم الأسبوع يوم الثلاث، نهاية الأسبوع بالنسبة لي مع حضراتكم، لحد ما أرجع لكم يوم الأحد القادم إن شاء الله بإذن الله على خير، عشان نبدأ مع بعض حلقة جديدة من هذا الصباح. تحياتي لكم أسماء مصطفى، كل سنة وانتم طيبين، أشوفكم على خير.